مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. انا يعني طبعا عارف ان الجمهور لو هنتكلم منتخب النهارده هم ناس بتفكر وشغله بالها قوي بماتش كينيا وماتش جزر القمر. شغلنا نفسنا يومين كده مش عارف ضيعنا وقت الحقيقه في اختيارات كابتن حسام البدري اختار مين ما اختارش مين. انا شايف ان الحقيقه لما نيجي نتكلم على المنتخب مفترض ان احنا نتكلم برؤيه اوسع شويه اشمل شويه. ماتشين كينيا وجزر القمر مش هم الماتشين اللي احنا مستنيين منتخب فيهم. انا مستني بصراحه لما اجي اتكلم على المنتخب على منافسه المنتخب المصري على بطوله الامم الافريقيه او على مشاركه المنتخب في بطوله كاس العالم. احنا بنتكلم يا جماعه في شهور والجيل ده ان الاوان، يعني الاسماء الكبيره اللي عندنا ان الاوان بقى ان احنا نشوفها بتتوج ببطوله افريقيا بتشارك في كاس العالم مش زي روسيا كده حاجه يعني مشاركه حقيقيه مشاركه جديه. وليه لا ما نتخطاش حتى الادوار الاولانيه. لكن يبقى السؤال الحقيقه رغم كل الاسماء والجيل المحترف في اكبر الانديه الانجليزيه والانديه المصريه المتالقه افريقيا ابطال القاره الحمد لله لغايه النهارده شايف ان المنتخب ما عندوش الشخصيه. لغايه النهارده المنتخب بشكل جماعي ما بيترجمش المردود الفردي للاسماء اللي بيضمها منتخب مصر. عشان كده كلام يمكن النهارده يكون اوسع شويه نتخطى بيه او اعدي بيه ماتش كينيا وجزر القمر واتكلم على مشوار المنتخب اللي جاي مع واحد الحقيقه من خبراء الكره المصريه اللي ليهم باع طويل سواء مع منتخب مصر طبعا او مع النادي الاهلي واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن فتحي مبروك ضيفنا في السادسه. مساء الخير كابتن فتحي. مساء الفل ومساء الجمال وانا سعيد جدا معاك وسعيد جدا في برنامج السادسه في قناه الاهلي اللي انا بعتز بيها دائما يعني. احنا اسعد وشرف لينا كابتن فتحي. انا تسمح لي بس قبل ما تطرق لامور المنتخب انا يمكن كان في يمكن قبل الفاصل على طول وقفه كده على موضوع ايمن اشرف وقصه انضمامه. وانا يمكن يعني في الكواليس عرفت انه النادي الاهلي رفض انه او مش رفض بلغ الجهاز الفني انه ايمن مصاب وانه احنا ما عندناش في الناحيه دي غير ايمن وبنحاول ان احنا نجهزه لماتش المريخ وحضرتك عارف انه ماتش المريخ مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في حين انه منتخب مصر ممكن الخيارات قدام الجهاز الفني تبقى اوسع شويه لكن كان في اصرار من الجهاز الفني على خضوع ايمن للفحص والفحص اكد اصابته ورغم كده شارك في التمرين مره واثنين وثلاثه. علامات الاستفهام دي انا شخصيا مش لاقي اجابه عليها قلت اطرحها على حضرتك ممكن تدينا اجابه. هو انا سمعت طبعا حضرتك وانت بتتكلم موضوع ايمن اشرف طبعا موضوع مهم جدا موضوع يعني هنشتغل في مبدا المساواه برضه خلينا بنتكلم برضه بواقعيه بالنسبه لمنتخب مصر لان في ناس كتير قوي يعني انا ما كنت حتى في منتخب مصر وزمان كان في ناس دايما تقول لك انا عندي لعيب مصاب. اللعيب المصاب ده النهارده انت كجهاز فني هتستبعده ولا النهارده لازم تتاكد من هذه المعلومه. فالنهارده اصبح في جهاز فني جهاز طبي في المنتخب هو فعلا النهارده صاحب القرار الاول والاخير حتى لو الجهاز الطبي للنادي الاهلي بعت لجهاز الطب للمنتخب ولكن الامور كلها بتبقى دايما في ثقه في الجهاز الفني للمنتخب والجهاز الطبي ايضا عشان ما اقولكش ده بيجامل النادي الاهلي على حساب منطقي جدا منطقي تمام جدا تمام منطقي. فطبعا الكابتن حسام والجهاز الطبي يمكن الدكتور محمد ابو العيلة اذا فعلا اكتشف ان في ايمن اشرف في اصابه خلاص يستبعد ما فيش مشكله لان الحته دي يمكن الكابتن حسام يمكن برضو انا كنت ممكن يكون في مفهومه ان هو ماتش برضو كينيا اللي جاي ده ان شاء الله يوم 25 ماتش الخميس ممكن يكون عايز الخبرات ممكن يكون عايز الخبرات لان منتخب كينيا انا شايف ان هو 2 بونت في المركز الثالث مفيش اي مشكله ولكن هو برضو بيحط في منتخب جزر القمر برضو حطه في الاعتبار ان هو برضو يمكن منافس انت حسسنا يا كابتن فتحي ان مصر في الناحيه الشمال دي مفيش فيها غير ايمن اشرف. لا انا لسه هتكلم بقى في النقطه دي فالنقطه دي هو يعني مع كامل التقدير طبعا انا بحب ايمن جدا وهو الحقيقه لعيب ممتاز 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 بمعنى مش تقليل منه ابدا بس انا بتكلم أيمن على أشرف. الظروف اللي بنعيشها حاليا ايمن يعني. اشرف بالنسبه للمنتخب بيقدر يلعب في مركزين يقدر يلعب في مركز الاستوبر وخصوصا الجنب الشمال لان النهارده اصبحت نادره جدا ان تلاقي استوبر بيلعب برجله الشمال يعني خلينا برضه بواقعيه ايمن التطور جدا في مركز الاستوبر ايضا في مركز النهارده الظهير الايسر لما بقى علي معلول او محمود وحيد في اصابات ايمن اشرف بيسد هذه الكلام فالكابتن حسام عامل اعتبارات ان ممكن ايمن يلعب ستوبر ممكن ايمن يلعب ظهير ايسر وده الكلام ولكن الظهير الايسر تقدر تقول عنده بدائل يعني في البدائل في احمد ابو فتوح لاعب نادي الزمالك ودول على فكره من اللعيبه الكويسه جدا طبعا المميزه في مركز الظهير الايسر حقيقي. الحاجه الثانيه الاستوبرات عنده كتير يعني الاستوبرات لما تيجي تعد النهارده واخد 5 استوبرات الكابتن حسام لو عدتهم لك انا بقول لحضرتك يا كابتن فتحي انا لا بقرا الغيب ولا ليا في الطالع بس ايمن اشرف مش هيلعب ماتش كينيا ما انا بقول لك ايمن اشرف النهارده ما قدرش حتى يكمل تمرين بقول لك خلاص اصبح ان الكابتن حسام لو النهارده حس ان ايمن اشرف لازم يستبعده لانه عنده بدائل
السؤال هنا يا كابتن فتحي بقى، وعايز حاجه تاخدها يعني تلف الترابيزه كده ونشوف الامور من وجهه نظر النادي الاهلي. مش كان النادي الاهلي اولى بايمن اشرف في الفتره دي يحاول يجهزه بدل ما يسافر ويتعب وينزل مره تمرين وما يقدرش ومره ثانيه تمرين وما يقدرش، يحاول يجهزه يمكن يلحق ماتش المريخ؟ ما هو بص بقى، هنا التساؤل بقى هاي. يعني هنا التساؤل، لو النهارده استبعد ايمن اشرف من تشكيل منتخب مصر يوم الخميس، ماشي استبعد وجي النادي الاهلي لعبه ماتش المريخ، الناس هتتكلم تقول ايه؟ هو انا اشك اساسا انه بعد الرحله المجهده دي. اصل احنا بص يعني احنا انت عارف، انت عندك معلومه انه لعب ماتش فيتا كلاب مصاب، انا عارف وخرج وكلام فاهم، بس انا بقول لك التساؤل اللي يدور. احنا مش كلنا النهارده هتلاقي النهارده الناس اللي بتنكش، وهتلاقي الناس النهارده اشمعنى النادي الاهلي واشمعنى سابوا كابتن حسام عشان بالاسماء يا كابتن فتحي. انا بقول لك انا ممكن ارص لحضرتك اسماء نجوم كبيره جدا ودوليه ما شاركتش في المنتخب الوطني لانها مجهده شفويا كده. لا تم انا بقول لحضرتك المجهد، مفيش حاجه اسمها مجهد. اصلا انت النهارده بتعمل عمليه النهارده ريكفري للمنتخب، النهارده ما بتاخدش المنتخب النهارده عشان تشتغل بيه سبرنتات وبتشتغل تحملات، انت بتشتغل كله على الجانب التكتيكي للجانب التكتيكي، لان الدوري شغال، كابتن حسام وجهازه الفني بيشوفوا اللعيبه فعارفين كل اللعيبه، فكل الجزء اللي بيشتغل عليه الكابتن حسام جزء تكتيكي واضح. حتى لو في ارهاق لبعض اللاعبين، لا ممكن يبقى عمليه الريكفري دي ممكن يريحه، ممكن يشتغل النهارده تدريب خفيف وشويه اطالات ويخرج حاجات كتير قوي. ولكن زي ما قلت لك الامور كلها بتقاس زي ما قلت لك التساؤل، طب لو ايمن اشرف كابتن حسام بعده الناس هتتكلم، ما انت مش اتجاهاتك كلها مش تقول، هتلاقي النهارده الناس اللي في جانب اخر بيتكلموا اشمعنى النادي الاهلي وحسام البدري ابن النادي الاهلي. ده انت بتجامل النادي الاهلي، فحسام هيقع تحت ضغط اعلامي وتحت انتقادات كتير جدا من اتجاهات مختلفه. والله يا فندم اللي عايز ينتقد وبينتقد ويقول لك انت من النادي الاهلي فبجامل النادي الاهلي ومختار اغلب قوام المنتخب من النادي الاهلي، مش دي القصه ابدا، وعمر الاهلي ما تاخر على المنتخب. النادي الاهلي دائما تعال ارجع للذاكره بقى ارجع للذاكره في 2006 و2008 و2010 كان كام لعيب في النادي الاهلي؟ يعني كان المنتخب كله، كان منتخب مصر كله، منتخب مصر كله كان بيمثل قوامه 8 لعيبه اساسيين النادي الاهلي بيلعبوا في الماتشات كلها صحيح من النادي الاهلي. فاصبح النهارده ده بالعكس ده بيبقى عنصر كويس جدا مميز. ان انت كنت في كاس العالم 90 يا كابتن فتحي مع كابتن جوهري الله يرحمه، كم واحد من النادي الاهلي كان عندنا بلعب. كان عندنا لعيبه كتيره برضه، يعني كان عندنا لعيبه كتيره ولعيبه كانت اساسيه ولعيبه على المستوى العالي، لان اي مدير فني بيجي دائما اول اختيارات ليه منين؟ اول اختيارات ليه دائما النادي الاهلي. والاهلي عمره ما اتاخر والله يا كابتن، والنادي الاهلي عمره ما اتاخر الحقيقه. النادي الاهلي دائما يعني علشان تبقى عارف هو في خدمه المنتخبات الوطنيه، سواء منتخب اول سواء منتخب اولمبي، النادي الاهلي دائما بيدعم المنتخب. فهو بس حته زي ما قلت لك الكابتن حسام البدري والجهاز الطبي للمنتخب متخوف من الاتجاهات الاخرى والحرب ضد جهاز المنتخب والجهاز الطبي. انا كل اللي قلته بس انه ما احبش ابدا يبقى في شبه التربص ايا كان الاسم، حسام البدري او غير حسام البدري، ما يبقاش في شبه التربص باي نادي مصري كمان مش بالاهلي بس، خصوصا انه مقبل على مواجهه مهمه جدا وحاسمه في مشوار افريقيا. اخد حضرتك بقى للكلام عن المنتخب شويه. كنت بقول في بدايه الحلقه كابتن فتحي انه السنه دي مهمه جدا، وانا في ظني انه اي لعيب رجليه في الملعب النهارده خصوصا مع الانديه الكبيره او اللعيبه المحترفه بره لازم يكون جزء من تفكيره رايح لشويه لكاس العالم، يعني بيتهيألي الجيل ده عنده فرصه كبيره جدا انه يلعب في كاس العالم، ولازم يكون حاطط في اعتباره وفي طموحاته كمان انه ياخد يرفع كاس افريقيا. مظبوط. لما نيجي نبص للمنتخب ده مقارنه بالاجيال 98 بوركينا فاسو، 86 في القاهره، 2006 2008 2010 والاجيال الثلاثه دول، هتلاقي انه على الناحيه النواحي الفرديه يمكن الجيل ده كمان بيتفوق شويتين ثلاثه، يعني على مستوى الاسماء هتلاقي اسماء ثقيله وعندها خبرات دوليه كبيره ولاعيبه محترفه وليها ثمنها في بريمير ليج في انجلترا. لكن لما اجي اشوف المردود بتاع الناحيه الجماعيه، المردود الجماعي لمنتخب مصر في السنوات الاخيره مش بلاقيه يعني يساوي قيمه اللعيبه دي فنيا ومهاريا. من وجهه نظر حضرتك ده بتتفق الاول مع وجهه النظر دي ولا لا؟ وده حاصل ليه؟ لا وانا يمكن يعني اختلف معاك برضه، خلينا بنتكلم بواقعيه. اجيال 2006 و2008 و2010 كان فيها لعيبه مميزين جدا وعلى مستوى عالي جدا، يعني لو ذكرت لك اسامي لعيبه من النادي الاهلي اسامي لعيبه من النادي الاهلي، كابتن ابو تريكه، كابتن حسام غالي، عماد متعب، عماد النحاس، هتلاقي اجيال كانت كويسه كمان من الناحيه الفرديه ومن الناحيه ف
فاهم؟ الحاجات الانديفيدوال والمهاره وكل شيء هتلاقي لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. الجيل هذا الجيل دلوقتي اللي موجود دلوقتي فيه عناصر، فيه عناصر مميزه سواء من المستوى الفردي او المستوى الجماعي. ولكن انا بتكلم برضو، خلينا نتكلم بصراحه، الماتشات اللي اتلعبت بالنسبه لمنتخب مصر كان فيها انتقادات كتير جدا جدا لاداء مستوى لاداء المنتخب عموما، حتى لو بيكسب يعني، حتى لو بيكسب اداء المنتخب ما كانش الاداء الراقي جدا اللي يخليك النهارده صحيح. اللي يخليك النهارده كلنا بنؤازر المنتخب، لا في اتجاهات برضه هتلاقي ضد حسام وضد التشكيل وضد ازاي تلاعب، وده حاجات كلها بتبقى دائما في عرف كره القدم موجوده موجوده، حتى لو مش حسام البدري اللي ماسك هتلاقي دائما في انتقادات، وده مجال كره القدم. حتى هكتور كوبر لما كان موجود لم يسلم يعني، اما كوبر كان موجود ما الناس كلها انتقدته، والحقيقه كورته كانت وحشه، وكانت في بطوله بقى ايه، بطوله كمان مقامه في مصر، والترتيب كان منتخب مصر كام، وكان يجمع اللعيبه اللي هم على مستوى عالي جدا سواء المحترفين في الخارج او سواء المحترفين داخل النادي. المنتخب مصر كان على المستوى، وصل لترتيبه كام في هذه البطوله اللي اقيمت في مصر، وصل للترتيب كام؟ ما خدش ترتيب. مين اللي خد هذه البطوله؟ الجزائر. مش كده؟ الجزائر خدت هذه البطوله. فالامور كلها بس ده كان اجيري بيتهيألي يا كابتن اجيري. اجيري هو سوري اجيري كاميرون. اجيري هو اللي كان موجود، وكانت الانتقادات برضو لاسعه، وكوبر برضو حتى مع وصوله كاس العالم والعروض العروض كانت قليله. فالكابتن حسام اصبح النهارده عنده عناصر مميزه، يعني عناصر مميزه على مستوى الكره المصريه، زي ما قلت لك واخد 8 لعيبه من النادي الاهلي، 8 لعيبه كلهم النهارده في مراكز مهمه جدا بالنسبه للكابتن حسام. فطبعا اذا كان النادي الاهلي دائما زي ما قلت لك 2006 و2008 و2010 وزي ما انت قلت لي 90 و98 في بوركينا، النادي الاهلي دائما مصدر للمنتخب. صحيح. موضوع ايمن زي ما قلت لك، اذا كان كابتن حسام يحس فعلا ان ايمن في حاجه، انا واثق. لا انا هرجع تاني بس لشخصيه المنتخب بقى، يعني احنا حتى مثلا على مستوى الافراد، بعيدا شويه عن الناحيه المهريه والامكانيات المهريه للعيبه والفنيه، يعني مثلا جيل 2006 مثلا كنت تحس انه في الملعب في لعيبه تقيله، في كل واحد ليه شخصيه، في شكل ودي. من اول حضري، وائل جمعه، حسام غالي، ابو تريكا، عماد متعب، احمد حسن، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كان في ناس يعني تحس ان كل واحد من دول يشد فرقه معاه. النهارده ده ممكن لما اجي اقول لك مثلا اختار 3 4 لعيبه في المنتخب، مع كامل الاحترام والتقدير لكل اسماء، انا مش بتكلم على الناحيه الفنيه ولا المهاريه، بتكلم على الشخصيه جوه الملعب، ما احسش انه ده موجود يا كابتن فتحي. لا هو في لعيبه يعني، في لعيبه النهارده، لعيبه على الاقل تدي ميزه لمنتخب مصر، وخصوصا شو انا بقول لك، وخصوصا في الشق الهجومي. انا مش بكلم حاجه على كينيا وجزر القمر، لا انا بكلم حاجه على كوت ديفوار والكاميرون والسنغال. انا بقول لك وخصوصا في الشق الهجومي. النهارده لما تيجي تبص محمد صلاح، محمد صلاح في ليفربول ما شاء الله الناس بتتغنى بيه، ما شاء الله النهارده سكورر، ما شاء الله النهارده احسن هداف في الدوري الانجليزي. مش كده؟ كل جماهير مصر بتعشق محمد صلاح، فمحمد صلاح ليه دور مؤثر جدا في منتخب مصر. تريزيجيه النهارده في استون فيلا، النهارده برده من العلامات المميزه، بيلعب بصفه مستمره، اصبح النهارده من العلامات. مصطفى محمد لاعب الزمالك النهارده في جلطة سراي التركي، النهارده اصبح من الهدافين. فكل الناس دي النهارده لازم تبقى ليها شكل وكيان في الجانب الهجومي بالنسبه للمنتخب. ازاي اجهز الاسماء دي وانا شايف ان عندهم امكانيات على المستوى الفردي، امكانيات محترمه جدا؟ يعني لما اجي النهارده اختار 11 اساسي من اول الشناوي ورا لغايه محمد صلاح قدام، هعرف اختار 11 تقال جدا. ازاي اوصل بيهم في خلال الفتره اللي جايه ان يبقى عندي منتخب ليه شخصيه، مش بس قادر يتاهل لكاس افريقيا، لا قادر ان انا اخده واروح انافس على كاس افريقيا مع العتاوله والكبار. هقول لك، خلينا برضو بقى نتكلم بواقعيه. احنا دلوقتي ما كنا ماسكين احنا 98 و90 90 دي، احنا عملنا 13 مباراه دوليه قبل ما اروح ايطاليا. 13 فاكر فيهم ماتش انا ما انساهوش ابدا، اسكتلندا 3-1. اسكتلندا 3-1 يعني اسكتلندا، واسماعيل يوسف جابول كمان مسك عالمي. فالنهارده اصبح النهارده البلاننج اللي محطوط لاي منتخب النهارده مفيش. في ماتشات النهارده وديه المنتخب لا مصر. مفيش في النهارده توقف، حتى الماتشين بتوع الاولمبي اللي كان هيلعبهم في توقف النهارده المنتخب مصر ان هو في اجنده دوليه. حضرتك عارف ان الظروف الاستثنائيه برضه، انا قصدي الظروف الاستثنائيه وعلى المنتخبات كلها مش علينا احنا بس، على المنتخبات كلها. فالكابتن حسام النهارده بيختار النهارده اللعيبه، بيختار النهارده ناس كتير جدا، بيختار 28 لعيب، وهو حاطط في تفكيره مين ال 11 لعيب اللي الخبرات مش هيجي النهارده قدام كينيا النهارده يلاعب، لا الخبرات اللي هيقدر برضه يستفاد بيهم في هذه المباراه والمباراه القادمه.
فكل هذه الامور النهارده يعني انا بعذر جهاز المنتخب، جهاز المنتخب الاول وجهاز المنتخب الاولمبي ان مفيش ماتشات، دي الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها. ايوه النهارده ما بتلعب ماتشات وديه، النهارده بتشوف اللعيبه اللي عندك وبتشوف اسلوب لعبك ايه وتكتيكك ايه وتغييراتك ايه وكل هذه الامور. النهارده اصبح النهارده الكابتن حسام النهارده هيجيب الليسته، النهارده مين احسن جول خبره في مصر؟ محمد الشناوي. حط محمد الشناوي. حط محمد الشناوي. النهارده عندي محترف. حط لنا التشكيل كده يا كابتن فتحي وانت بتقول. يعني انا ده تشكيل بقى ممكن يكون طبعا، يعني انا بقول الشناوي مثلا. النهارده اما تيجي تبص احمد حجازي، احمد حجازي محترف وجايبه النهارده هيلعب. النهارده ايمن اشرف، كنت انا يعني انا شخصيا كنت حاطط ايمن لو اشرف ظهير ايسر. ظهير ايسر. ظهير ايسر ليه؟ لان هو خلاص بيلعب في النادي الاهلي، تعود على هذا المركز. في النهارده علي جبر، يعني علي جبر برده ممكن النهارده يبقى علي جبر يلعب على الوينج. انا بقول علي جبر يلعب. علي جبر عشان خبراته اكتر مع ومحمد هاني. محمد هاني ومحمد هاني. محمد هاني. محمد هاني لانه خلاص النهارده ليه ثقل النهارده في الجانب الدفاعي. ماتش البايرن بيتهيألي كان نقطه تحول في مشواره. طبعا لا هو الحمد لله يعني محمد برضه زاد جدا جدا، سواء ثقه الاعلام وثقه الجماهير وثقه الجهاز الفني فيه، لا بيأدي بصراحه بصفه كويسه. عندك بقى وسط ملعب، وسط ملعب يبقى عندك النهارده طبعا محترف النني في الارسنال، هيبقى الثلاثي طبعا من النادي الاهلي، وهيبقى طارق حامد مش هيقدر يستغنى عن حد من الثلاثه دول. يبتدي بالثلاثه. مش هيقدر يستغنى عن حد من الثلاثه دول الا اذا، شوف انا بقول الا اذا استغنى عن حد منهم عشان يلاعب مين؟ مجدي قفشه. مجدي قفشه، برافو عليك. عشان يلعب قفشه. النهارده عندك الثلاثه اللي هيقدر يشتغل بيهم في الجانب الهجومي محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى وتريزيجيه. ادي الثلاثه اللي ممكن يشتغل، زي ما قلت لك لو استغنى عن حد من وسط الملعب يبقى يحط محمد مجدي قفشه يبقى تحت الناس دي. ده انا في رايي التشكيل اللي ممكن الكابتن حسام يبتدي بيه من مباراه كينيا. ايه قصه انه يعني انا بستغرب شويه انه اغلب نجاحات الكره المصريه بتبقى مع المصري، يعني الاجنبي مش عارف يعني هل يعني 90 كابتن جوهري وحضرتك كل معظم 98 انت فاكر 98 دي رايحين 2006 2008 و2010 مع كابتن حسن شحاته. مع كابتن حسن شحاته بالظبط كده. كل البطولات اللي خدها منتخب مصر باستثناء يمكن 86 ايوه سميث مايكل سميث. مايكل سميث انا فاكر كويس قوي. هي البطوله الوحيده، ولكن بطولات منتخب مصر عموما كلها مصري. بالتاريخ بقى راجع التاريخ هتلاقي كلها مصري. ايوه ليه يعني توليفه المصري او اللعيب المصري ثقافته تركيبته شخصيته. بص محتاج دايما مدرب مصري. احنا ليه دايما نظلم المنتخب المصري؟ المدرب المصري ليه نظلمه؟ المدربين المصريين على فكره بيبقوا عندنا مدربين على كفاءه عاليه جدا وشخصيه قياديه وفنيه وتكتيكيه وكل هذه الامور. فمدير فني مصري ما بيمسك بيقدر يبدع، وخصوصا معلش انا وخصوصا اذا كان الاعلام بيساند هذا المدير الفني. بس الاعلام دوره مهم جدا. اسمح لي يا كابتن فتحي، المنتخب المصري لما راح بوركينا فاسو 98 عند على سبيل المثال مش الحصر لان في موقف كتير، انا فاكر كويس جدا انه الهجوم على كابتن جوهري في التوقيت ده وعلى اختيارات كابتن جوهري وعلى حسام حسن اللي رايح مع المنتخب في الوقت ده، وبالمناسبه حسام كان هداف بطوله في 98 كان كبير جدا، يعني ما كانش في اي دعم اعلامي من اي نوع كان كبير. واحنا جمهور ما كانش رايح بصراحه بوركينا فاسو وعنده ليه احساس انه احنا راجعين بالبطوله. ما هو السبب؟ السبب ان احنا في مؤتمر صحفي انا فاكر كويس جدا ان كابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه الله يرحمه قال ان منتخب مصر ما تطلبوش منه بطوله، ده ممكن يبقى في المركز ال 13. هيئ الاعلام وهيئ الجماهير المصريه وهيئ الراي العام كله ان منتخب مصر رايح مجرد كلمه التمثيل المشرف. ولكن الظروف، شو انا بقولها لك، ولكن الظروف اللي عاش فيها منتخب مصر في هذه الفتره وروح اللعيبه واراده اللعيبه وكل هذه الامور، فعلا اللعيبه تستحق الفوز بهذه البطوله لان انا عشت مع اللعيبه. يعني الموضوع مش امكانيات فنيه بس برضه يا كابتن فتحي. لا ده كانت امكانيات فنيه رائعه. تعال بص لتاريخ منتخب مصر 98 وشو اللعيبه، راجع كده هتلاقي اللعيبه على مستوى عالي جدا من الكفاءه سواء الفرديه او سواء الجماعيه. بس انتوا كنتوا يعني انتوا كنتوا رايحين بنفس اللعيبه دي، وانتوا شخصيا بتقولوا احنا رايحين يعني ممكن نوصل مركز 13، لكن ليه احنا كنا برضو خلي بالك كنا متخافين لان برضو في فرق كانت يعني بوركينا فاسو صاحبه الارض احنا كسبناها كسبنا كوت ديفوار وبالعتاوله وكسبنا كوت ديفوار بضربه الجزاء وجنوب افريقيا في الفاينل. كان ان كان متخوف، كنت متخوف من ايه؟ كان في فرق قويه جدا
فرق قويه جدا في هذا، في كان في المغرب، في الكوت ديفوار، في جنوب افريقيا، يعني كان في فرق. خسرنا المغرب بس بتاع ماتش المغرب بس كان في فرق خسرنا 1-0 1-0 مصطفى حجي. ايوه مصطفى حجي اللي عمل دبل كيك، دبل كيك كويس قوي السيد. فدي الامور كلها، برضو كان في فرق قويه انت قلقت من الوضع. طب عشان اشكل او احضر نفسي كويس قوي للبطولتين المهمين دول، جمهور المصري نفسه يتوج ببطوله افريقيا، يعني بقى لنا كتير جدا، واحنا لغايه النهارده اصحاب الصداره في عدد مرات الفوز، بس بقى لنا كتير قوي، عقد كامل عدى علينا ما شفناش بطوله افريقيا، وشايفين ان اولادنا يستحقوا ان هم يكونوا ابطال القاره. ومن بعدها عندي الحلم والامل اللي ما كاس عالم، كاس عالم عشان احضر الولاد دول، الاسماء المحترمه حضرتك اتكلمت عليها والامكانيات العاليه دي، يكونوا جاهزين للمعتركين دول. من وجهه نظر حضرتك ايه المطلوب؟ جهاز فني، اتحاد كوره. انت دلوقتي في ظروف استثنائيه زي ما قلت. في ظروف استثنائيه احنا النهارده بنشتغل على المجموعه دي، المجموعه النهارده اللي بنشتغل عليها سواء كينيا أو جزر القمر او توجو، انت بتشتغل عشان توصل للكاميرون مش كده؟ بطوله الامم الافريقيه، يبقى دي مرحله ثانيه. بس المرحله الاولى النهارده انت كيفيه النهارده ان انت تاخد النهارده المركز الاول، يعني عندك فرقتين ممكن ان شاء الله تكسبهم تبقى مركز اول. ده الهدف دلوقتي، احنا بنمشي على اهداف، بعد كده الهدف بتجهز نفسك، ممكن ان شاء الله تكون الظروف احسن، يقدر منتخب مصر والكابتن حسام والجهاز الفني يقدر بقى يلعب ماتشات وديه في الاجنده الدوليه، يقدر يحاول في احتكاك بمدارس انا مختلفة. عندي كمان الاولمبي بيتهيألي يعني جهاز فني منتخب اول حاطط عينه جدا على الاولمبي اللي عنده اولمبياد طوكيو، وبيتهيألي في عناصر منه محترمه جدا ممكن تكون في موجوده. ولكن تعالى بص النهارده برضو الكابتن حسام واخد عناصر كتيره صغيره، يعني برضو الاعمار السنيه متوسط الاعمار كويس. متوسط اعمار كويس، مفيش مشكله ان الكابتن حسام زي ما قلت لك المرحله الاولى دي عديها، وبعد كده يبتدي بقى يجهز لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون. بعد كده برضه يقدر يجهز لمرحله اللي هي وصول لتصفيات كاس العالم. كل هذه الامور بتبقى مراحل، مفيش مدير فني هيفكر في ثلاث مراحل في مره حاجه واحده. استحاله، يعني انا بقول لك استحاله، لو حتى جابوا مين، كل مرحله ليها دورها وليها شغلها وليها ادائها وليها لعبتها. انت عندك شك في التاهل يا كابتن فتحي؟ لتاهل لكاس امم افريقيا؟ لا طبعا. لا طبعا محسومه يعني؟ لا طبعا، يعني لما تيجي تتكلم على مجموعتك، معلش يعني انت النهارده منتخب مصر، منتخب مصر بقيمته ببطولاته بلعبته، لا ما يعني مش بغلط بس في المنتخبات الافريقيه، ولكن منتخب مصر يستحق ان في مركز اول، يستحق الوصول للكاميرون. صحيح. طيب على كل احوال كلامنا عن المنتخب المصري وكمان المنتخب الاولمبي اللي عنده مشوار مهم وبطوله لا تقل اهميه باي حال من الاحوال طبعا عن بطوله كاس العالم الاولمبيكس، عن اختيارات كابتن شوقي غريب، استعداده في ظروف استثنائيه، كان عنده معسكر مفترض يلعب فيه ماتشين لكن للاسف بسبب ظروف كورونا تم الغائهم. كلامنا متواصل مع كابتن فتحي مبروك في السادسه بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، وطبعا برحب بضيفي شرفني في استوديو السادسه كابتن فتحي مبروك. اهلا بيك كابتن فتحي مره ثانيه. ربنا يخليك، اهلا بيك. وشوف بقى لو عندك حاجه حلوه كده نتكلم، قول. ما هنتكلم طبعا هنتكلم. اسمح لي اقول خبر سريع جالنا على الهوا كده، المشرف طبعا على الجهاز التنفيذي بالاهلي بيجتمع مع المديرين، السيد ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي واللي تم تكليفه مؤخرا من قبل المجلس في الاجتماع الاخير بالاشراف على الجهاز التنفيذي للنادي، عقد اجتماع مع مدير الادارات بالنادي الاهلي وقيادات الفروع الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد. الاجتماع ده تناول مناقشه سير العمل فيما يتعلق بالشق الاداري والتاكيد فيه على المتابعه المستمره لملف الخدمات مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت المنظومه داخل النادي خلال المرحلة المقبلة. والحقيقة كمان كفراوي بيبحث مع مدير الأفرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي بعض السلبيات في كافة القطاعات الخدمية والرياضية، ويؤكد الكفراوي خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة برئاسة طبعا كابتن الخطيب. خلص تمنياتنا طبعا بالتوفيق لإبراهيم الكفراوي اللي بيتولى منصب المشرف على الجهاز التنفيذي بالنادي الاهلي، مهمه بالتاكيد صعبه لكنه بالتاكيد اداها ودود. خلينا نرجع مره ثانيه لمشوار منتخباتنا، احنا يمكن انا اكتفي بالجزء ده مع المنتخب الاول واتكلم على المنتخب الاولمبي اللي يمكن الناس مش حاسه بيه قوي، عنده طبعا يعني اخر حاجه فاكرينها له طبعا بطوله افريقيا اللي كانت على ارضنا هنا وقدم فيها الحقيقه عروض مبهره، مش بس طمنا على تاهل الاولمبياد لكن طمنا كمان كابتن فتحي بتالي على مستقبل الكره المصريه.
شفنا لعيبه، شفنا مواهب، شفنا جيل جاي، حاجه تفرح بصراحه. الجيل ده مصدوم في الاعداد لبطوله بحجم الاولمبياد من وجهه نظرك؟ يعني شايف انه سواء اللعيبه او الجهاز الفني؟ هو طبعا مظلومين بصراحه. برضه الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها النهارده، اي مدير فني لما بيفكر زي ما قلت لك بيحط البلاننج بتاعه النهارده، ان انا عايز النهارده فتره توقف، واطلب من اتحاد الكوره ولجنه المسابقات ان انا عايز فتره توقف. طيب فتره التوقف دي النهارده هبعت دعوه لمنتخب كذا يجي لي. النهارده اصبحت الامور بالنسبه طبعا لفيروس كورونا والامور اللي احنا الدنيا صعبه، وكان في اتفاق جدا في المعسكر ده مع جنوب افريقيا، مفيش النهارده منتخبات النهارده تتقبل ان هي تلعب، تروح وتيجي، تروح وتيجي، مفيش. يعني خلينا برضو بنتكلم بواقعيه. كابتن شوقي غريب عمل معسكر، والمعسكر ده اداء تدريبي، ممكن اداء خططي، ممكن حاجات كتير، او ممكن حاجات نفسيه ذهنيه، كل هذه الامور الكابتن شوقي بيستثمرها في هذا المعسكر. مفيش ماتشات، يعني مفيش ماتشات، ولكن يمكن الحته دي بتبقى دائما محط. النهارده المدير الفني بيعمل ايه؟ النهارده لو عنده 25 30 لعيب في هذا المعسكر هيعمل ايه؟ يوم ما يحصل هيحصل ايه؟ تقسيم. ايوه هيحصل تقسيم النهارده، برده بيشوف حاله اللعيبه، بيشوف النهارده المراكز، بيشوف النهارده مين الانسب، كل هذه الامور من خلال تقسيم 11 ضد 11 11. وبرده بيبقى على فكره بيبقى فيها اثبات ذات، يعني اللعيب نفسه بيبقى فيه اثبات ذات. ولكن انا شايف ان اللعيبه يمكن والجهاز الفني فعلا مظلومين في هذه الفتره، للنظر لظروف الامور المنتخبات وعدم النهارده تقدر تلعب مباراه دوليه، دي صعبه جدا. ليه ما كانش في تفكير؟ كنت اقترحت وقلت حضرتك في السادسه انه يبقى يعني في اوقات كثيره جدا بنسمع منتخب مصر بي مثلا على سبيل المثال، وانا شايف انه الدوري السنه دي يعني من سنين طويله ما شفناش دوري سخن كده، ما شفناش ماتشات ما تقدرش تتوقع بنتيجتها وقبل ما تبتدي. شفنا حتى اللي طالعين من الدرجه الثانيه بيقدموا كره حلوه وبيقدموا مواهب، يعني لاول مره الناس بتطلع من الدرجه الثانيه تحفظ اسمائها والجمهور يبقى عارفها. فليه ما فكرناش مثلا نعمل حاجه تبقى ذخيره للمنتخب الاول، وفي نفس الوقت ممكن تلعب مع المنتخب الاولمبي تجهزه في المعسكر ما احنا الحالي. بنتكلم برضه هنتكلم بواقع النهارده. المنتخب الاول، المنتخب الاول الكابتن حسام واخد 28 لعيب، الكابتن شوقي غريب، المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي دايما بيدعم ايه؟ المنتخب الاول. أيوة. فالنهارده اما تيجي تعمل مصطفى محمد مثلا منتخب اولمبي اساسي، هتيجي تعمل النهارده في لعيبه كويسه جدا جدا. أيوة. في المنتخب الاولمبي، يعني ما تيجي تبص النهارده صلاح محسن وطاهر محمد طاهر النهارده واكرم توفيق، وهتلاقي ناس كتير جدا في المنتخب الاولمبي النهارده من النادي الاهلي. فالمنتخب الاولمبي النهارده هو قوامه دائما اللي بيدعم الفريق الاول. يعني الفريق الاول لو حصل اي دروب في مركز ممكن دلوقتي اخد من الكابتن شوقي غريب. تخيل يعني لو كابتن حسام في اي مشكله قبل ماتش كينيا وقع في مشكله هياخد منين؟ من شوقي غريب، من كابتن شوقي غريب، لان دائما المنتخب الاول المنتخب الاولمبي هو دائما اللي بيدي. لا انا كنت بتكلم من وجهه نظر ان انا اجهز المنتخب الاولمبي، يعني يعني الولاد مع كامل احترامي عشان يقعد معسكر 8 ايام تمرينات وتقسيم وتمرينات وتقسيم، مفيش محك اقدر انا من خلاله احكم على تطبيق فكري، تطبيق طريقه لعبي، استيعاب اللعيبه او فهمهم، خصوصا ان احنا ما اتجمعناش بقالنا كتير للشغل اللي احنا عايزين نشتغله عشان الاولمبياد. يعني انت رايك كان يتعمل مباراه بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. بص دي حضرتك برضو خلي بالك هتلاقي حاجات كتير قوي، هتلاقي سلبيات. هتلاقي سلبيات الا اذا، بص الا اذا المدير الفني للفريق الاول الكابتن حسام بدري او كابتن شوقي غريب ان هم اتفقوا على اقامه هذه المباراه على اساس ان يشوف اللعيبه كلها. شو نقول ايه اللي يشوف اللعيبه كلها؟ لان انت النهارده لو جيت لعيبه الفريق الاول ضد المنتخب الاولمبي 11 وغيرت التغييرات العاديه بتاعتك الخمسه او السته او السبعه، بقيه الناس دي هتحس باحساس ان هي ممكن تكون مستبعده، وخصوصا اذا ما قلت لك الفريق الاول بالذات، لان احساس اللعيبه دايما ان هو في قوام الفريق الاول النهارده، وعنده امل كبير وعنده طموح كبير انه يشترك. لو انت النهارده لعبت ب 18 واحد ضد المنتخب الاولمبي، طب ال 10 دول ما لعبوش ليه؟ يبقى دول الكابتن حسام البدري والجهاز الفني مش حاطينهم في التفكير. المنتخب ده يقدر يجيب ميداليه من وجهه نظر حضرتك؟ المنتخب الاولمبي؟ ان شاء الله. شايف انه عنده عناصر كويسه؟ مع فكره انه طبعا، ويمكن كابتن شوقي يتكلم في فكره انه طرح 10 اسماء انها اللي فوق السن تنضم لل فوق السن. طبعا لازم هو الحته دي لازم يستعين على الاقل ده ثلاثه. مين من وجهه نظرك؟ ثلاثه. انا يعني انا كنت بقول من المؤيدين جدا في لازم يبقى في حارس مرمى مميز. ايوه يعني شناوي على طول رايي الشخصي، حارس مرمى مميز.
الحاجه الثانيه تقول لنا اسماء كابتن. الحاجه الثانيه يمكن انا كان رايي برضو الشخصي محمد صلاح برضو هيديك برستيج كويس جدا. برستيج في الدوره دي الناس كلها بتعرف محمد صلاح، العالم كله اصبح يعرف محمد صلاح. محمد صلاح هيدي ثقه للفريق وهيدي ثقه ايضا للاعيبه المتواجده، ان محمد صلاح لعيب ليفربول ولعيب المنتخب الاول بيجي مع المنتخب. تمام. حد برضو من الثالث ممكن يكون ديفندر وسط ملعب كويس، لان المنتخب الاولمبي برضو يعني انا من خلال مشاهداتي الفنيه برضو محتاج حد ديفندر وسط ملعب كويس. يبقى عنده النهارده الثقه وعنده النهارده الخبره يقود الحته دي. اشمعنى صلاح اللي قلته بالاسم؟ ما انا خليني بتكلم، انا بكلمك النهارده مين النهارده اشهر لعيب في مصر. لا انا مش معترض على صلاح، انا عايزك تقول لي مين الديفندر ومين حارس المرمى. ما انا قلت لك محمد صلاح وقلت لك حارس مرمى مميز. اللي هو مين؟ كفاءه يدي ثقه. ما هو خلاص هو في حد مميز اكتر من الشناوي؟ محمد الشناوي. تمام. بس عشان الناس دلوقتي هتقول لك ده فتحي مبروك عشان النادي الاهلي، يقول لك محمد الشناوي. لا ده لمصلحه مصر. مصلحه مصر. وانا ما بختار محمد الشناوي. وانا ما بتكلم بامانه وبتكلم بواقعيه ومصلحه منتخب. هو في حد يحب لعيب اكتر من يحب المنتخب؟ طب انا اقول لك على حاجه، يعني انا كنت حاطط في تفكيري مين ديفندر وسط ملعب. مين تخيل بقى؟ والله العظيم، والله العظيم كنت حاطط مين؟ طارق حامد. طارق حامد. والله العظيم كنت حاطط. ما دام من وجهه نظرك في المصلحه، وجهه نظري مصلحه منتخب مصر ومصلحه منتخب مصر فوق اي اعتبار طبعا. اي حد يضيف لمنتخب بلدي اهلا وسهلا. مع احترام الناس كتير جدا. ايوه مع احترام الناس كتير جدا ديفندرات في وسط ملعب، ولكن على حساب النني وعلى حساب. انا بقول لك انا شخصيا كنت حاطط شايف طارق حامد، لان ممكن تحتاج طارق حامد في دور دفاعي هناك في بعض المباريات. هو بيقدر يؤدي الحته دي كويس جدا. ايوه جدا جدا يعني. طيب انا مع حضرتك بقى للملف الثالث، واتمنى يكون عندنا من الوقت نناقش حتى العناوين الرئيسيه الاهلي في افريقيا السنه دي ومشوار موسيماني مع الاهلي من وجهه نظر حضرتك، خصوصا انه احنا مرينا بمطب كده، في مطب ما كانش متوقع في دور المجموعات. ماتش سيمبا واللي صعبه شويه انك اتعادلت بعد منه على طول مع فيتا هنا في القاهره. بص دائما بعرف كره القدم الناس كلها لازم يبقى عندنا الفكر النهارده المنحنى الفني لاي فرقه بيجي يوصل للتوب فورم، ده معروف. رسم البني بيوصل للتوب فورم لازم على الاقل المنحنى ده يبتدي ينزل شويه. تعال بص على كل فرق العالم النهارده، برشلونه في مركز كام النهارده، ريال مدريد النهارده، ليفربول، هتلاقي في مطبات كتير قوي. فالنادي الاهلي اذا كانت هزم من سيمبا واحد وتعادل مع فيتا كلاب هنا 2-2، دي اللي كانت مسار تساؤل. فيتا كلاب، لان فيتا كلاب مش الفرقه اللي كانت يعني تقلقك قوي. ايوه يعني مش الفيتا كلاب، بدليل والله ولا سيمبا كابتن، بدليل ان انت هناك عملت مباراه رائعه طبعا وكسبتهم. فهنا الظروف اللي اتحط فيها النادي الاهلي وعدم التوفيق والفرص اللي مش عايز اقول لك 10 15 فرصه، ده زائد ضربه الجزاء طبعا اللي كان فيها كلام كتير قوي، ساهمت ان فيتا كلاب اتعادل مع النادي الاهلي في القاهره. فدي كانت الناس كانت قلقه جدا من مباراه فيتا كلاب حتى في الخارج، ولكن النادي الاهلي ادى اداء رائع وكسب هناك. طيب انا يعني هكلمك على الماتش اللي جاي، وعندي نقطه تخوف وحيده، يعني المستوى الفني والروح والشخصيه بتهيألي رجعت لينا في ماتش فيتا هناك، الماتش اللي كسبناه 3-0. ماتش المريخ انا بشوفه ماتش صعب، رغم انه المريخ متزايل جدول الترتيب، لكن المريخ على ارضه انا بتوقع وهو بيواجه الاهلي هتبقى مباراه مش سهله بكل المقاييس. الجزئيه هنا اللي انا شايل همها فكره الدوليين، سواء المصريين مع منتخب مصر او ديانج وبواليا مع المالي والكونغو، ورجوعهم في وقت ضيق جدا عشان يستعدوا للسفر للسودان. تفتكر حاجه دي ممكن تكون يعني عامل مؤثر سلبا ازاي الجهاز الفني يتعامل معاها قبل ما تروح تلعب مع المريخ على ارضه؟ هو بس انا ماتش المريخ يعني برضو من خلال وجهه نظر فنيه، تعالى بص ماتش المريخ اللي اقيم في القاهره انت كسبت كام؟ ماتش المريخ كسبت 3. ماشي كسبت 3-0. هل النهارده النادي الاهلي بقيمته ببطولاته التسعه بلاعبته اللي ما شاء الله، هل النهارده يتخوف من المريخ هناك؟ يعني بسالك انت بقى سؤال، هل يتخوف من المريخ؟ المريخ فيتا كلاب كسبه في فيتا كلاب كسب المريخ في المريخ كام؟ ايوه 4-1. النهارده مع احترامي طبعا للكره السودانيه واحترامي لنادي المريخ وتاريخه، ولكن الفرقه دلوقتي بتمر بظروف، يمكن هو دلوقتي متزايل، ده عنده بونت. يعني عنده بونت المريخ في الرابع مركز وعنده بونت،
فالنادي الاهلي هو النهارده مين ده ممكن يبقى بيخليه بيلعب مش فارقه معاه مفيش ضغوط شويه. ما انا بقول لك مين اللي يبقى قلق؟ النهارده النادي الاهلي يبقى قلق ولا المريخ اللي يبقى قلق من النادي الاهلي؟ لا، مين النهارده اصبح النهارده النادي الاهلي بيمثل النهارده فعلا مصدر قلق للفرق الافريقيه كلها. ببطولاته، بلعبته، بروح لعبته، بادائه، بكل هذه الامور. فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله في مباراه المريخ يفوز هناك، لان زي ما قلت لك فرقه المريخ مش الفرقه اللي هتخوف النادي الاهلي بصراحه. صحيح. يعني بتهيالي برضو 10 ايام اللي جايين فتره كويسه بالنسبه للموسيماني، انه لعيبه طبعا راجعه من اجازه 5 ايام، خدت نفسها شويه بعد فتره طويله جدا. ودي فعلا كانت حاجه من الاجابات الكويسه. أيوة. ان اللعيبه بعد موسم وبعد مباريات كل 3 ايام وبطوله الانديه الافريقيه، لا، عمليه الريكفري دي كانت مطلوبه في ال5 ايام دول اللي خدوهم اجازه فعلا. صحيح. يعني وعندنا فرصه ان شاء الله، وبنطمن كمان انه لعيبه كانت غايبه عنها بقى لها فتره بترجع مره ثانيه للمشهد. وليد سليمان النهارده، محمود متولي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ياخد، وان شاء الله يكون الاهلي جاهز للمريخ. بشكرك شكرا جزيلا، شكر جدا، شرفت ونورت يا كابتن فتحي، شكر جدا وسعيد معاك، استمتعت جدا، دائما نلتقي على خير ان شاء الله يا رب دايما، وشكرا لكل مشاهدي القناه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. نقابلكم بكره ان شاء الله، تحياتي ليكم.